أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما حكم الإذانة والأذان والإقامة للمنفرد؟ سنة، مستحب للمنفرد إذا كان في بر، إذا كان في بر أو لا يسمع أذان فإنه يؤذن ويقيم ولو صلى وحده في أهل هذه الشعيرة. وأما إذا كان في البلد فإنه يصلي مع الجماعة في المسجد. إن كان له عذر تخلف من أجله عن صلاة الجماعة فإنه تكفي الإقامة، وأما الأذان فيكفي أذان البلد. نعم.